الله يساعدك. شبيك وجهك شعر رباعي؟ اصعد. لا العفو. العفو مو هنا بالسجن. اصعد. اي اصعد 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 اصعد. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو خويتي. هاي لا هي اخويا ولا هي اختي؟ حيرتني. انا المحتار انا. لا تحتار. وياك رشا داينامو. اللي يصعد وياي لاخر الدنيا وصله. قبل كل شيء تحب تسمع؟ اسمع صوت جهادي قبل لا اموت. لك شبيك خايف؟ راح اسمعك على ذوقي. اي على ذوقك. اجي تقول للعركه وهد. اي اقول لك انت شنو تبين توصليني لو تعلسيني؟ اعلسك شنو؟ مو مود هاي يقول ادق طبول للعركه ترى توديني لهم؟ اوديك لهم ليش؟ انا اعلسك بيدي. البارحه صعد وياي عبري. انطاني كروه 5000 مشقوقه. تعرف ايش سويت؟ ايش سويت؟ شلعت الشفاف من الخمسه. اي ولزقتها بوجهه. ليش؟ غير طيرت للحاجب. لا فدوى اروح لك وانا حاجب واحد ومخليه على صفحتين. اقول لك وين توصل؟ للمستشفى. خير ايش بيك؟ لا مو خاف انكتب بالطريق يعني. لا تخاف. زين عفوا انا عندي سؤال يعني هو ليش انت مو انت؟ يعني تقصد ليش انا اتعامل بهاي الخشونه والمفروض انا مره لازم اكون رقيقه؟ اي بالضبط اي. الدنيا غابة. انا قرد فيها لا احلو لا اربط قرد يعني. زوجي مات. لا اله الا الله. وعندي جهال لازم اربيهم. بعد ايش ما اكلتيهم؟ والنعم منك والنعم يعني ونعم التربيه واكيد انت تعتمدين على نفسك احسن حتى ما تصيرين لقمه سائغه. وانا سائغه تاكسي. تحفيزه جميله. ايه فقررت انا اصير لهم ام وابو وعم وخال وجد واسد. وبعدين انت ليش مستغرب؟ المراه من حقها تشتغل وتكافح. اكيد طبعا. المراه نص المجتمع. اكيد. ما قلت لي وين توصل؟ انا رايح البيت عمي اجيب مرتي زعلانه. خنتها؟ لا لا خنتها لا انا يعني كفو اخونا انا زين من ابلع عليه قبالها لا 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 بس شنو عندها خلافات ويا امي. انطيت بامك؟ انا شلون انطي بامي؟ لا بس انا شنو محتار بين هاي وهاي. تصلي على مرتك. ليش شكو؟ اقول لك اتصلي على مرتك. اتصل 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 انا اتصل على مرتك. شو اسمها هاي؟ ما اعرف. مرتي ردي ولدك. ها ها. الو ليش انت شنو هذا الدلع؟ ليش عارفه بيت مرتك؟ اقصد بيت رجلك. لا ليش صلحتي هذا الواقع؟ المرأة مالها غير بيت رجلها. وش يصير لو تحملتي ام الخاطرة؟ امها هي امك. المهم حضري جنتك. حضري. احنا جايلك. واذا ما تجيني انا ما تلومين الا رجلك. شالي انا شالي. الا نفسك. يلا جايلك احنا بالطريق. الو ما عرفت من الاحتياج؟ هذا جبار ابو المولد.